بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام، هنا أيضا ينطلق هذا الشوط الذي يحمل لنا في طياته الإبكار، أيضا اللقاية، سن المفاجآت، سن المتعة والإثارة. متابعينا الكرام، ضمن شارة سمو الشيخ طحلون بن محمد النهيان ممثل الحاكم بمنطقة العين، هكذا ينطلق هذا الشوط مباشرة إلى مقدمة شوط الصدارة الأولى للشاني لمحمد بن علي بن حليس العفاري، بينما المركز الثاني التواصل في هذه اللحظات والقدوم أيضا من الشاني لسالم بن محمد بن صباح العفاري، بينما ثالث الأسماء المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات من ناصية لمحمد بن مبروك بن طماطم العفاري القادم في هذه اللحظات مع ناصية، بينما رابع الأسماء ويتواصل هناك حمد بن رملي رعشيقة العامري، بينما خامس الأسماء شاني لعبد الله بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري، هنا يقدم لنا هذا الاندفاع وهذا الانطلاق متابعينا الكرام من واقع ايضا هذا المسار، بينما هناك الوصول والقدوم من الاسماء القادمه والهاجمه في هذا المسار الرائع والجميل. عودتنا الى الصداره الاولى، عودتنا الى مقدمه شوط متابعينا الكرام. إذا نعود إلى مقدمة شوط متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، وإلى شعار بن حليس من يقدم شاني محمد بن علي بن حليس العفاري، يقدم لنا هذا الشعار، يقدم لنا هذا الاندفاع الرائع والجميل على الصدارة الأولى، بينما ثاني الأسماء الشاهنية لحمد بن رملي رعشيقة العامري، بينما ثالث الأسماء والوصول في هذه اللحظات والقدوم متابعينا الكرام شواهين وسليم بن حمد بن سالم الدرعي من يقدم لنا هذا الاندفاع على ثالث الأسماء، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى شعار بن حليس يقدم لنا انطلاقة رائعة وجميلة مع الشانية محمد بن علي بن حليس العفاري، يقدم هذا الاندفاع ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلاق واندفاع ولا أروع مع اللحظات الأخيرة، مع اللحظات الأخيرة الشاهنية محمد بن علي بن حليس العفاري، ما شاء الله تبارك الرحمن، أداء ولا أروع هنا بهذا الاندفاع الرائع والجميل. بينما المركز الثاني الوصول من شاني لحمد بن رملي رعشيق العامري، بينما ثالث الأسماء الوصول متابعينا الكرام من شواهين لسليم بن حمد بن سالم الدرعي، بينما رابع الأسماء
المركز الرابع وصلت هناك مشاهدينا الاعزاء متابعي الكرام شانية لسالم بن محمد بن صباح العفاري، تهانينا والناموس إذن لمالك شانية محمد بن علي بن حس العفاري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. والتوقيت الزمني كان أيضا متابعي الكرام 4:35 تسعة عشر أيضا جزء من الثانية، تهانينا والناموس.